السلام عليكم، مرحبا بجميع متابعي قناة رندات أم معاد. اليوم إن شاء الله غنديروا درس جديد، غندير واحد الملاقية خفيفة بالعقيق بعدة ألوان. نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم، سهلة جدا للمبتدئات حتى اللي ماشي مبتدئات، شكل جميل إن شاء الله. غنديروا التطبيق ديالها. أول حاجة غادي نخدمو حنا بالعقيق، بهذا العقيق بالألوان، عقيق نمرة 4 والبرا نمرة 12. الخيط برمتو على 3 شعرات، ولا جاكم غلي تقدروا ديروا غير 2 شعرات على حسب العقيقة، حيت غادي نمشيو وغنجيو فيها 2 مرات. بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش الحرير في هاد الظروف او لا جاهم غلط، تقدروا تخدموا بهذا الخيط، خيط بحال هكا يكون صحيح. بحال هكا انا عندي هاد الخيط بحال هكا، يعني راه ما كيسقطعش صحيح. تقدروا تاخذوا بحال هذا او لا تاخذوا الا عندكم شي خيط صحيح في الدار تخدموا به، يعني ماشي بالضروره الحرير، غير بهاد الخدمه تقدر تطلع غير بالخيط بحال هكا. اول حاجه نبداو بسم الله على بركه الله، شدوا في الثوب، ناخذوا عقيق ناخذوا، غنديروا العقيقه الاولى ومن بعد غنديروا 2 عقيقات من نفس اللون. هاهو بحال هذا الشكل، وغنجي لهذا المكان هنا وغادي نضرب فيه غرزه، ولكن غرزه الخيط ديالي غيكون غير هكا حيت ما غاديش نسدها، غتكون على هذا الشكل بحال هكا. وغادي نرجع في هذه العقيقه لخا باش نثبت فيها بحال هكا، وناخذ لون مغاير حتى انا كما قلت لكم نخدموها بعده الوان. ناخذ 2 عقيقات في لون مغاير، ما نبقاوش نخدمو بثلاثه، دابا غنبداو نخدمو غير بجوج حيت غير البدايه اللي خصنا نثبتوها، ثلاثه ديال العقيقات. من بعد راه كيبدا اوتوماتيكمون يجيو عندنا هنا 3 ديال العقيقات. غنجي نشد في الثوب بحال هكا، غير كنشد في الثوب بلا غرزه بلا والو بحال هكا، كندخل غير الخيط في الثوب وكنرجع نضرب في هذا الغريز، عفوا في هاد العقيقه الاخيره باش كنثبت الخدمه ديالي. ودابا شنو غنرجع ندير، غناخد 2 عقيقات في اللون الاولاني اللي بديت به، حيت انا غنخدم غير 3 الالوان، ولا بغيت نقدر نزيد اكثر من 3 الالوان. غناخد 2 عقيقات كحلين اللي بديت به المره الاولى، وغنجي نشد هنا، هنا كنشد قياس بحال تقريبا عقيقه باش يجيوني هاد العقيقات هكا فوق بعضياتهم. بحال هكا كنرجع نشد هذا باش ما يطرخش ليا ملي نبغي ندخل البرا بحال هكا، ونرجع ناخد دابا 2 صومو بحال هكا، وغنمشي الى جاتكم مزيانه تقدروا تشدوا هكا وتدخلوها في العوينه ديال هاد العقيقه مباشره بلا ما تبقاو تشدوا الخيط تعاودوا ديروا. انا شرحت لكم في البدايه بشكل عادي، لربما ما تعرفوش ديروها، اما هذه من الاحسن كتسهل عليك الخدمه من الاول. وغناخدو دابا 2 عقيقات في اللون الاخضر، حنا غاديين وغاديين بالتدريج وبترتيب الالوان اللي عندنا. ناخذ 2 خضرين ونديرو نفس العمليه، نشد في الثوب ونشد معايا العقيقه نيشان اللي جاتو هاد القديمه غتشكرفو، اذا يشد في الثوب هو الاول عاد يشد في العقيقه. هذه من الاحسن كتخدمي 2 الحوايج مره واحده، وكنزيرو هكا. دابا غناخذو 2 كحلين
بحال هكا، شد في التوب ودخل تعقيق النيشان. بحال هكا كنزيرو الا بانت لينا مرخيه كنزيرو. راه يمكن لكم تخدموه غير بالخيط العادي، غير هو الخيط يكون صحيح باش ما يتحلش لكم الخدمه، يعني ماشي بالضروره الحرير، تقدروا نخدموه غير بخيط عادي. غادي يقضي لينا حتى هو الغرض بحال بحال. بحال هكا شد في التوب ندخل في العقيقه للمرة الأولى. شفتو كنزير. أنا غادي نكمل ترتيب الألوان ديالي واحد شوية باش ما نطولش عليكم الفيديو، ونرجعو نوريكم الجهة المقابلة كيفاش غادي نخدموها، الشكل ديالها كيفاش غيكون. كما كتشوفو هنا من بعد ما خدمت الخدمة ديالي كملتها، أنا درت الجهة المقابلة، قلبت هاد الجهة اللي كنت خدامة بالطيم هنا، قلبتها في هاد الجهة وجيت الجهة المقابلة. شنو غندير؟ غنجي المقابل ديال هاد العقيقة، غادي ندير غريزة، غنشد خيط جديد اللي خدمت في الجهة المقابلة. شنو غندير دابا؟ اش من لون ديال العقيقة غادي نبدا بيه؟ غادي نبدا بالصومو. علاش؟ حيت انا غادا كحل خضر صومو، وهنايا عندي كحل، اذا غندير لي خاط العقيقة اللي خاصها تكون قبل منه غتكون في الصومو. غناخد عقيقة صومو ونشدها بحال هكا. شنو غنجي ندير؟ غندوزها في وسط هاد العقيقة الكحلة اللولانية، وغناخد عقيقة كحلة باش نمشي بالتدرج ديال الألوان اللي أنا باغا والشكل اللي أنا باغا. غتجي العقيقة بحال هكا، غناخد القياس ديال العقيقة فين جا بحال هكا، وغادي ندير ضريبة بالخيط. ما غنديرهاش وسط من، ما غنديرش غرزة، غير ضريبة كيما درت المرة الأولى بحال هكا. وغادي نرجع في وسط منها، نرجع الإبرة في وسط من العقيقة هادي، وندوزها في اللي حداها. بحال هكا، وناخد دابا عقيقة خضرا بحال هكا، نخليها تشد البلاصة ديالها، وغنجي ندير خديتها خليتها شدات المكان ديالها باش نعرف فين غادي نضرب. غادي نضرب هنا ونرجع في وسط العقيقة، ولا نضرب وعارف شنو ندير في العقيقة بحال بحال اللي جاتني سهلة نديرها بحال هكا. وغادي نرجع في هاد العقيقة الصمو الوسط بحال هكا. غناخد دابا واحدة صمو غنشد بلاصتها، نضرب في التوب بحال هكا، غنشد في التوب ونرجع العقيقة ديالي. درت هكا باش ما تلفوش، ونرجع العقيقة كحلة. ديما كنشد الوسطانية حتى هي اللي كنثبت بها الخدمة، الفوقانية مع التحتانية. نرجع ناخد واحدة كحلة، وانا غادا بالترتيب ديال الالوان باش يجيوني على هاد الشكل. غنشد في التوب، غنشد في التوب بحال هكا، دقيقة كتشد بلاصتها، كنرجع وسط منها إلا بان لي الخيط مرخي كنزيرو، كنرجع وسط العقيقة الخضراء بحال هكا. ناخد عقيقة خضراء بحال هكا. انا ما كنزيرش الثوب هنا باش ما نديرهمش مكروزين، يجوني غير القياس اللي بغيت بحال هكا.
نضرب في وسط الخيط فتو وندخل، الا بغيتو تدخلو في هكا نيشان دخلو هكا احسن. نشد معايا العقيقة بيدي باش تبقى ثابتة في بلاصتها، من بعد شد معايا عقيقة في الوسط ديالها، كما قلت لكم راه نقدروا نخدموه غير بالخيط العادي ماشي بالضروره الحرير، حتى الخيط العادي غادي يجي مزيان، غير هو خيط يكون شي خيط صحيح ماشي خيط العادي ديال الخياطه. انا غنوريكم مثلا الجراره اللي نقدروا نخدموا بها، خيط اللي كيكون بحال شكل ديال الكوردون كيكون صحيح، واخا كتخدم بيه ما كيتقطعش نهائيا. بحال هكا شدو فتو هكا، من الافضل اللي بغيتو باش تحكموا في الخدمه ديالكم مزيان باش ما يبقاش يطرخ عليكم الخيط. بحال هكا نرجع في الحقيقه، شفتوا كيفاش كيجي الخدمه ديالنا بحال هكا بهاد الالوان بحال هكا. احنا غاديين حتى نكملوا الخدمه ديالنا، غندير نشد بحال هكا نرجع في العقيقه بحال هكا حتى نكمل. حاولوا ما تكرزوش باش ما يجيكمش الخدمه تجي مزيره مع بعضياتها. انا غادي نكمل هنا ونرجع نوريكم الشكل النهائي. شفتوا الخدمه ديالنا كيفاش جات ملي كملات؟ وهذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساوش لايك وتشجعوني بتعليقاتكم، والسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.